عندما يعشق الإنسان ما معنى يعشق؟ وكيف يكون العشق؟ وما هو العشق في حقيقته وفي حياة الإنسان؟ كيف يعشق الإنسان؟ الحقيقة أن لهذا المقام مذاقات عديدة، ولا يمكن أن يترجم بألفاظ أو بمفردات أو بمصطلحات. والعشق قد يأخذ القلب وأحياناً يأخذ العقل، فقال الأصمعي كلمته المشهورة: ومن الحب ما قتل.